بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ينصركم الله فلا غالب لكم. قامت كتائب جبل نفوسة جبل الغربي بمدينة الزنتان بالقبض على مجموعة من المرتزقة، ويصل عددهم إلى حوالي 50 مرتزق. وهذه بعض الأوراق وجوازات السفر والتعريفات المختلفة الأنواع والألوان، ولدينا بعض الصور لهؤلاء المرتزقة معظمهم من مالي، وبعض الجوازات كما ترون بعضهم مغلف بغلاف الجمهورية الجزائرية، وبعضهم مغلف بالجوازات الليبية، ولدينا قائمة من بعض التشاركيات الذين يحاولون أن يأمنوا لهؤلاء المرتزقة الذهاب إلى نالوت وغدامس، ومساعدة هذا النظام في الفتك بإخواننا التوار في مدينة نالوت وفي المدن الغربية. ولكن تم بحمد الله القبض عليهم وجلبناهم إلى زنتان، موجودين حتى الآن لدينا. وأحب أن أنبه معظم أخوتنا التوار في معظم وفي كافة مدن ليبيا التنبه إلى هذه المحاولات البائسة من هذا النظام، لأن الذي لاحظناه هنا أن أكثر المرتزقة يقولون أننا عمال، ولكن بفطنة وخبرة أبناء مدينة الزنتان سواء من الأخوة الضباط العسكريين سواء من الأخوة المدنيين الذين لديهم تمرس وخبرة في هذه الحياة، وجدنا أن بعض الأصابع اللي هو الأصبع السبابة الذي يقوم بإطلاق النار من البنادق ملتهب من كثر الاستعمال، وباقي اليدين لا زالت رطبة. فذلك يدل أنهم لا يشتغلون بالعمال، معظم العمال حتى عمال وأخواننا الذين يشتغلون حتى الليبيين الذين يشتغلون لا تجد أيديهم. والذي لاحظناه حتى الآن أن معظم الجوازات صدرت في أواخر 2010 بالكامل، وبعضها أرقام متسلسلة. فنهيب من الأخوة بكامل مدن الجماهيرية التنبه إلى جنسيات المالية والغانية والنيجر. هذا ما توصلنا إليه، والله موفق لثورة 17 فبراير، وإن شاء الله النصر قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.